اليوم اجتمعنا مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع الأخوان المدراء العامين في وزارة النفط اللي أوفدهم معالي وزير النفط للموصل لبحث أزمة المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين بالموصل. ودار نقاش عميق يعني لحل الأزمة اللي تواجهها محافظة نينوى. الكل يدري والأخوان يعني احنا بسبب فرق الأسعار الكبير جدا بيننا وبين المحافظات اللي قريبة علينا هي هذه السبب الرئيسي للأزمة. الأخوان بالمنتجات النفطية وضعوا حلول، يعني بالأمس عندنا أربع محطات تعمل لمدة 24 ساعة، الغاية أنه نمتص الزخم الحاصل على محطات الوقود. أيضا الأخوان بوزارة النفط عندهم من خلال تجربتهم بمحافظات أخرى راح يخلون قسم من هذه الحلول في سبيل أن نتخلص من هذه الأزمة. وزارة النفط ستقوم بإطلاق بطاقة إلكترونية لكل مواطن عنده عجلة في محافظة نينوى، هاي البطاقة راح تشتغل بها باركود والتطبيق أبليكيشن يشتغل، فمن حصته مضمونة يستلمها من أي منفذ توزيعي بالمحافظة وتكون محددة، أو التاكسي راح يكون أكيد ضعف السيارة الخصوصي باعتباره أنه يشتغل وأكثر يستهلك بنزين، فراح تكمل البطاقة. فإحنا من هذا المكان ندعو المواطنين وأهالي محافظة نينوى للإسراع بتسجيل وتسليم معلوماتهم للمنافذ التوزيعية وأماكن التسجيل حتى يحصل على البطاقة اللي يعني تكلمنا عنها، وهي راح تكون الحل الأفضل للمحافظة، أضافة إلى حلول آنية بالتنسيق ويا سيد المحافظ اتخذناها، هو أربع محطات في محافظة نينوى راح تكون تستمر تعمل 24 ساعة، تقوم بتجهيز المواطنين بالمنتوج المحسن والمنتوج الممتاز طيلة فترة إلى أن يتم استلامه على البطاقة الإلكترونية اللي تكلمنا عنها. وإن شاء الله نحب نطمن المواطنين لا توجد أزمة بالمشتقات، فقط هو زخم أعداد السيارات اللي تكون بالمنافذ التوزيعية، لدى وزارة النفط خزين كافي يغطي كل المحافظات، كل محافظة جاي تاخذ حصتها وأزيد من حصتها، خصوصا محافظة نينوى حصتها المقررة وزيدنا يعني أزيد من الحصة المقررة قاعد تاخذ، بس هو بسبب هذا التفاوت الأسعار راح يكون صار هاي الطوابير اللي صارت. وإحنا مرة ثانية نحب نطمن المواطنين أنه لا توجد أزمة بالمشتقات النفطية، عندنا خزين كافي يكفي، وفقط هي آلية يوم يومين راح تكون المواطن يطب مباشر للمنفذ التوزيعي ويأخذ الحصة مالته إن شاء الله. بالنسبة للنفط الأبيض، نعم. تم إطلاق بطاقة للنفط الأبيض اليوم مباشرة فرع توزيع نينوى بتسليم 50 لتر لكل مواطن. الوزارة مهتمة بهذا الجانب بسبب موجة البرد، يعني أمس تم إطلاق بطاقة 50 لتر لكل مواطن، البطاقة رقم واحد. نحن الحقيقة كأعضاء مجلس نواب يهمنا أنه يصل المنتوج إلى المواطن بانسيابية كاملة ويوميا وأسبوعيا وشهريا، وأيضا أن يكون هناك احترام لكرامة المواطن عند استلامه لهذا المنتوج. هذه هي المبادئ. النقاش الحقيقة اليوم كان بحضور السيد المحافظ والمعاونين والنواب المحافظ والمدراء العامين وأيضا اللجنة الموقرة من وزارة النفط. أنا أود أن أطمئن أنه اللجنة الفنية القادمة من وزارة النفط مهتمة اهتماما كبيرا بهذه المبادئ العامة، وكما وضح السيد مدير هيئة توزيع بغداد رئيس الوفد أنه هناك حلول آنية وحلول سريعة لهذه الأزمة، ونحن أيضا طالبنا بأن تكون هذه الحلول السريعة مستمرة لهذه الأيام إلى أن يتم تطبيق الحلول الاستراتيجية بعد ذلك، وهي ربما
إن شاء الله انطلاق البطاقة الإلكترونية كما هو معمول في محافظة كركوك والمحافظات الأخرى. الكمية المزودة حاليا لمحافظة نينوى هي تقريبا 2.5 مليون مليونين ونصف لتر، وهي أكثر من السابق. ونحن أيضا طالبنا بأن تكون زيادة في التزويد وزيادة في عدد المحطات. المحطات حاليا تعمل 24 ساعة، أربع محطات، اثنان في الساحل الأيمن واثنان في الساحل الأيسر لأهل محافظة نينوى. أما المحطات الأخرى فستكون لكافة الموجودين من أهالي محافظة نينوى وربما الزوار أيضا من المحافظات الأخرى. ننتظر تطبيق هذه الآلية وإن شاء الله تعود بالنفع والانسيابية الكاملة لهذه المدينة وتخلص من هذه الأزمة التي أثرت سلبا الحقيقة في الأيام الماضية على الازدحامات في محطات التعبئة.